النشرة الرئيسية من الفضائية التربوية. مساء الخير، والبداية مع العناوين. اختتام المقابلات الشفهية للناجحين في الامتحان التحريري بمسابقة التعاقد للفئة الأولى. استمرار فعاليات مسابقة يوم المسرح العالمي في عدد من المحافظات. من العناوين إلى التفاصيل، أهلا بكم. حرصا من وزارة التربية على تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين المتقدمين إلى مسابقة التعاقد، اختتمت اليوم المقابلات الشفهية للناجحين في الامتحان التحريري للفئة الأولى. كاميرا التربوية في اللاذقية رصدت أجواء المسابقة في يومها الأخير وعادت بهذه التغطية. 6000 متسابق ومتسابقة من حملة الشهادة الجامعية من مختلف الاختصاصات يتقدمون اليوم في محافظة اللاذقية للامتحان الشفوي لمسابقة العقود السنوية لوزارة التربية ضمن الإجراءات اللازمة للوقاية من فيروس كورونا. كاميرا التربوية السورية زارت مركز الشهيد فارس صبيح للاطلاع على واقع المسابقة. اليوم نحن اليوم الأخير، اليوم الخامس لمسابقة انتقاء مدرسين، طبعا متعاقدين مع وزارة التربية من كافة الاختصاصات. اليوم نحن بأحد المراكز الخمسة في محافظة اللاذقية، تقدم حوالي 6000 متقدم متسابق كل الاختصاصات لصالح كل محافظات الجمهورية العربية السورية. في الواقع يعني مشكورة وزارة التربية والفريق الحكومي، نظرا للإجراءات الوقائية لفيروس كورونا تم الاختبار التحريري في كل شخص في محافظته أو المحافظة التي يرغب فيها، وكذلك الأمر كانت المقابلات الشفهية حتى نوفر على الناس وعلى زملائنا والمتقدمين، نوفر عليهم الجهد والسفر والتعب وخصوصا في هذه الأجواء. نتمنى لجميع المتسابقين أن ينالوا الدرجات التي تؤهلهم ليكونوا أيضا في صفوف وزارة التربية يخدموا الوطن من خلال عطائهم في مدارسنا. هذه المسابقة هي مسابقة عقود فئة أولى، نحن هون بنركز على الشخصية، على الحضور، على النطق، على هالأمور، هيدي ثقافة العامة فقط لا غير، لأنه هي بالاختصاص نجحت، يعني عملت فحص الكتابة أو عمل فحص المقابلة. يؤكد المتسابقون على استعدادهم لاجتياز الاختبار على أمل النجاح في المسابقة. نحن جايين نقدم، بقى ان شاء الله هلا اللجنه مريحه، ان شاء الله خير. دارسين منيح ولنشوف هلا شو بيصير، حسب الاسئله اساس سهله ومساعده، يعني ان شاء الله خير. تم التحضير للامتحان التحريري بدايه، كان في تدريب، زياده معلومات، زياده مراجعه معلومات تم اخذها بالجامعه، والحمد لله الامتحان التحريري كانت العلامه كويسه، وهلا عم نحضر للامتحان الشفوي ومقابلتنا شوي تاني. الأجواء مريحة وتنظيم كله تمام. أنا دارسي إرشاد، متقدمة لصالح دمشق المزرعة. الأجواء مريحة، في تنظيم، في كمان تعقيم. أنا متخرجة أدب إنجليزي، متقدمة لصالح دمشق المزة. بالنسبة للجنة كانت اللجنة متساهلة معنا، فهي مراعية كل المستويات. بالنسبة للتنظيم ففي تنظيم كتير منيح، في كمامات وفي تعقيم عند الباب مثل ما شايفة، زحمة أبدا ما في، لأنه عم نمشي نحن ندخل 3-3، في تباعد اجتماعي بالنسبة لفيروس كورونا، فعم ياخذوا كل احتياطاتهم. الجدير بالذكر أن مديرية التربية قد حددت 3 مراكز لإجراء المقابلات الشفوية، مع التركيز على التعقيم وتحقيق التباعد المكاني بهدف تحسين بيئة السلامة العامة. لقناة التربوية السورية، بتول شيحة، اللاذقية. فعاليات فنية ولوحات راقصة ضمن احتفالية يوم المسرح العالمي وفعالية الرقص العالمي. كاميرا التربوية في حمص وهذا التقرير. عروض مسرحية ولوحات فنية راقصة ضمن احتفالية يوم المسرح العالمي وفعالية يوم الرقص، والتي تقيمها وزارة التربية في عدة محافظات سورية، حيث قدمت مديرية التربية في حمص دائرة المسرح المدرسي عروضا فنية راقصة تحاكي الحضارة السورية وتراثها الثقافي والشعبي الأصيل. Thank you.
هذا العرض كان بيحكي عن انه التراث بين الماضي والحاضر، وهلا قدمنا وكان كثير عرض حلو. نحن قلنا 6 شهور عم نيجي على المركز الثقافي وعم نتدرب، ورحنا عم ندرسنا وعملنا كثير بروفات، وفي الكلور الشعبي كان كثير حلو. نحن كمان حبينا نقدم شيء من تراث اجدادنا. العرض كثير حلو، عجبني وحلوين، وعرفونا على سوريا. يوم المسرح العالمي قدمنا لوحه بعنوان رفرف، واليوم كنا كثير مبسوطين بهذا العرض. ونحن عم نقدم هاي العروض مشان نحن نحبها ونحبها مثل هوايه وننميها لهي الهوايه. وانا بس اعمل كرقصات مثل سوق الحرير ورفرف، كتير بشعر بالفرح وبحس انه هيك احساس حلو. والرقصات هي للمحافظات يعني، ونحن ان شاء الله بنفوز بالعرض. نحن بنقدم اليوم مع رقصات حمص ورقصات سويداء، ونحن بنحب نوجه رسالة للإنسان انه الأجداد تركوا لنا آثار حلوة، يعني نحب انه نرجعهم اياها ويضل ذكرياتهم فينا. نحن بدنا نقدم اليوم لوحه فنيه بعنوان حوار بين الماضي والحاضر. نحن 4 فرق، كل فرقه بدها تقدم لمحافظه، وبالاخير بدنا نقدم غنايه جماعيه بتجمع كل الفرق لسوريا. اليوم نحن قدمنا بالرقص الشعبي فنون شعبيه لفقرات الشام واللاذقيه وحمص والحسكي في الكلور شعبي. شارك بتلك الاحتفالية عدة مدارس في المحافظة ضمن فريق عمل واحد ليقدموا اللوحات الفلكلورية والرقصات الفنية ضمن قالب سردي يضفي الطابع التاريخي على تلك اللوحات. اليوم عم نحتفل بيوم المسرح العالمي وضمن من احتفالي بيوم رقص العالمي، هو حوار الماضي مع الحاضر. مشاركة في عدة مدارس، وهو عرض مسرحي هادف طبعا بنحكي فيه عن تراث سوريا، ومشاركة فيه اكثر من بتدريبه اكثر من معلمة. طلعنا هالاطفال من الشيء من 7 8 9 سنين هالأزمة اللي مرينا فيها، زرعنا فيهم الحب والامل، طلعوا هن كانوا جايين من عدة مدارس من بيئات عندهم مختلفة، عانوا من كتير، مروا بظروف كتير صعبة، تهجير وشغلات تانية كتير مأثرة على نفسيتهم للطلاب. الحمد لله طلعوا منا، ورح تشوفوا اليوم العرض هذا قديش رح يكون تمام. شاركنا على خلفية يوم المسرح العالمي، نحن كقسم فنون جميلة شاركنا بلوحات طلابنا المبدعين من صالاتنا المختلفة. طبعا عدد طلابنا كبير، عدد صالاتنا احنا شي 24 صالة، بكل صالة فيها شي 20 طالب، فأعداد كتير هائلة كموهوبين، لكن احنا أخذنا المتميزين منهم وحبينا كدائرة كاملة نظهر جمالية الأقسام كلها عن جد. يعني فعالية يوم الرقص العالمي فقد اخترنا أن تكون هذه النسخة نسخة تجريبية لننظر النتائج فيما بعد حتى إقرارها كمسابقة رسمية في الأعوام القادمة. هي اللي شفناه بالثلاثة عروض بثلاث محافظات مختلفة شيء مبشر جدا ومشجع، أنه أيضا نعتمد مسابقات أكثر في أيام أخرى كيوم الموسيقى العالمي مثلا. هذا يؤكد على توجهنا وتوجه وزارة التربية بشكل عام على أن تكون يعني جزء أساسي من خريطة العمل الثقافي في سوريا. يتم إجراء فعاليات يوم المسرح العالمي في مسرح الزهراوي، كما يتم أيضا الاهتمام بفعاليات يوم الرقص العالمي في مسرح دار الثقافة، وبحضور متميز من الأهل الكرام وأبنائنا التلاميذ والطلاب، وأيضا اهتمام متميز من السادة المعلمين والمدرسين لإعداد فرق تقدم لوحات رائعة وطنية وقومية وإنسانية وأخلاقية بكل ما تعنيه الكلمة معنا، وتقدم أنشطة وفعاليات مهمة جدا تمكن أبنائنا التلاميذ والطلاب من امتلاك مهارات فنية نوعية متميزة تساعدهم وتمكنهم في المستقبل من أداء دورهم في الحياة، ومن أداء دورهم أيضا في اكتساب مهارات نوعية متميزة في كافة مجالات الحياة تسهم إسهاما فعالا في عملية التنمية المستدامة في بلدنا الحبيب سوريا. تسعى وزارة التربية الاهتمام بالفن بكافة أنواعه وأشكاله وتوليه الرعاية اللازمة لبناء جيل مثقف ومتعدد المواهب. لأخبار التربوية علي عياش حمص.
وفي اللاذقية انطلقت فعاليات مسابقة يوم المسرح العالمي. روعة مخلوف والتفاصيل. برعاية وزير التربية السيد عماد موفق العزب ومديرية المسارح المدرسية في اللاذقية، بدأ العرض المسرحي الهادف المفتش العام بهذه اللوحة الفنية الراقصة. حقيقة شفنا مواهب واعدة جدا، كانت هناك رسائل من النصوص التي استمعنا إليها وشاهدناها، كانت رسائل واضحة أيضا تناسب الجو العام وتناسب ربما ليس محليا وأقليميا وعالميا أيضا فيها يعني فيها ثقافة عالمية. هذا النص الذي حضرناه إن شاء الله نتمنى الخير لمسرحنا المدرسي ولسوريا كلها. العمل بيقوم فيه كوكبة من الطلاب بأعمار الإعدادي والثانوي، هنا من طلاب مدارسنا بمحافظة اللاذقية، ومواهب شابة صراحة، وفعلا يعني كتير مهم الاهتمام فيهم. هو المسرح المدرسي بيهتم كتير بهيك مواهب، وبيعمل على تعزيز الثقة بالنفس عند الطالب وعلى توجيه مواهبه بحيث أنه يلاقي صقل وبيستمر موهبته من نجاح لنجاح. تأتي فعالية الوزارة التي أطلقتها بالتزامن مع يوم المسرح العالمي والتي تأجلت بسبب جائحة فيروس كورونا. المفتش العام مبني على سوء تفاهم شعب المدينة وصول المفتش، بيظنوا الشخصيات أنهم عرفوه وبيتعاملوا معه على أساس المفتش، وبالنهاية المسرحية بيظهر المفتش الحقيقي. هذا سوء التفاهم فتح مجال لنحكي عن الفساد بالمدينة وما شابه. دوري أول شيء راعي مؤسسات خيرية. ظهور على المسرح أول شيء بيعطي الثقة، بتعطيني ثقة إنه جرأة إنه أطلع قدام العالم وأحكي بحريتي، الشيء اللي بدي أعبر عنه بعبر عنه قدام العالم، هذا اللي علمني إياه التمثيل بشكل عام. أما المسرح إيش علمتنا كثير شغلات بقى. قمصت الشخصية دخلت فيها بقوة يعني لدرجة صرت مثل العالم، وواجهت صعوبة لأنه أول مرة بطلع إنه قدام على المسرح، يعني حسيت توتر، وخاصة يعني إنه أكيد الواحد بخاف يعني كأول تجربة، بس لا سيطرت عليه. له دور كبير اعلامنا يعني بتفعيل عمل المسرح المدرسي وصقل المواهب وابداع طلابنا الاعزاء، وانا بشكر كل الزملاء على اظهار مواهب طلابنا وتوجيهها الى الطريق الصحيح. العمل المسرحي شكل على مر التاريخ نهضة حضارية تجاوزت كل انواع الفنون واسست لبناء جيل مثقف وواعد، وكما قيل أعطني خبزا ومسرحا أعطيك شعبا مثقفا. روعة مخلوف لأخبار التربوية من اللاذقية. نشرتنا مستمرة وفيها بعد الفاصل. مديرية التربية في السويداء تقيم دورة تدريبية لأمناء المكتبات والمخابر. أهلا بكم من جديد. أقامت مديرية التربية في السويداء دورة تدريبية لأمناء المكتبات والمخابر، وذلك في مركز الشهيد صلاح رستم. سماهر دنون والتفاصيل. في وزارة التربية إلى تأهيل الأطر الإدارية والتعليمية تقيم مديرية التربية في السويداء دورة تستهدف 40 أمين مكتبة ومخبر هنا في مركز الشهيد صلاح رستم للتدريب التربوي بالسويداء وسط الشروط الصحية. تأتي هذه الدورات بشكل سنوي لتدريب أمناء المكتبات وأمناء المخابر على كيفية استخدام الوسائل التعليمية وحفظها وتصنيفها وترتيبها، أيضا تحضير التجارب والوسائل للمدرسين والتعريف بمهام كل من عمل أمين مكتبة وأمين المخبر. يتم تعقيم المركز بين الفترة والأخرى، يعني حتى الآن تم تعقيم المركز، هي المرة الخامسة اللي بيتم فيها تعقيم المركز بكل قاعاته بالمبيت بشكل جيد، كما يعني ايضا تم تعقيم خزانات المياه في مركز التدريب التربوي. بالنسبه للدورات في المركز، طبعا المركز يستضيف كل الدورات، دورات التعليم المهني اللي هي دورات برامج في معظم الحالات، دورات سولد ووركس، الكتريكال، اتوكاد، دورات جي اي زد، ايضا بالاضافه الى دورات المناهج التي تقام على المناهج الحديثه المطوره.
دورات متعددة أيضا، يعني في دورات ثانية، دورات هي دورات إرشاد، دورات رياض أطفال. اليوم نحن بناخذ كأجهزة سمعية بصرية، بكرة هني بيتعرفوا على أجهزة الفيزياء وكيفية استخدامها وتركيبها، اللي بعده مثلا أجهزة الرياضيات، الحقائب المختلفة لمادة الرياضيات تخدم الحلقة الأولى. تضمنت هذه الدورة عدة محاور موزعة على 3 أيام بهدف تفعيل دور أمناء المخابر والمكتبات لتوظيف الوسائل التعليمية ورفض المناهج المطورة. كمقدم يعرفنا أنه نتعلم على كيفية التركيب وتطبيق واستخدام الوسائل كافة. طبعا نحن عم نواكب التكنولوجيا. هاي دورة مهمة جدا جدا لنا، بتعرفنا على الوسائل الحديثة وكيفية استخدامها. مهمتنا كأمناء مكاتب أنه نعرف المدرسين على الوسائل وكيفية استخدامها، خاصة الوسائل الحديثة، وبعض المدرسين عم بيكونوا جدد ما عندهم فكرة على كيفية استخدام هاي الوسائل. تستمر دورة أمناء المكتبات والمخابر حتى 29 من شهر تموز الحالي، وسط اتخاذ الإجراءات الاحترازية الوقائية حرصا على سلامة الأطر الإدارية. للتربوية السورية، سماهر دانون، السويداء. بمشاركة 220 معلما ومعلمة، أقام فرع حلب لطلائع البعث دورة مشرف وحدة تضمنت العديد من المحاضرات الثقافية والطليعية، إضافة لمحاضرات الدعم النفسي. ضياء قدور وهذه التغطية. تشعار بالتعاون والعمل نحقق الأمل. تتابع دورة مشرفي الوحدات التي يقيمها فرع حلب لطلائع البعث لمدراء مدارس الحلقة الأولى تنفيذ برنامجها التدريبي في يومها الرابع. طبعا ضمن خطة منظمة طلائع البعث، مكتب تنظيم الأعداد والتوجيهات من مكتب المركزي، مكتب التربية والطلائع في القيادة المركزية، أن تقام دورة مشرف وحدة الفرعية في كافة المحافظات نظرا لوجود أعداد من رفاقنا مشرفي الوحدات لم يتبعوا هذه الدورة، ولما لأهمية هذه الدورة لرفاقنا مشرفي الوحدات لإعداد الأطر القيادية الطليعية في وحداتنا الطليعية، ولينهلوا الكثير من المعلومات التي تخص نشاطاتنا الطليعية لتنفيذها ضمن وحداتنا الطليعية. هناك الكثير من الأنشطة الطليعية التي يجب أن تقدم في الوحدات. أردنا أن نقدم كل ما هو مفيد لرفاقنا مشرفي الوحدات في كافة المحافظات من خلال هذه الدورة، والدورة تقام في كافة محافظات الجمهورية العربية السورية دورة مشرف وحدة. هذه الأنشطة التي يمكن أن يتعلموها وينقلوها لرفاقنا الطليعيين في وحداتنا لكيفية أن يتعلم الرفيق الطليعي وكيف نغرس القيم الوطنية والأخلاقية والسلوكية في ذاكرة أبنائنا الطليعيين. برنامج الدورة يشمل الرياضة الصباحية وتحية العلم والعديد من البرامج والمحاضرات، منها تربوية وأخرى عن الإرشاد النفسي، إضافة لكل المهارات التي تتعلق بالعمل الطليعي. أقام فرع حلب لطلائع البعث هذه الدورة. لما لهذه الدورة من أهمية؟ كونها اللبنة الأساسية في هرم منظمة طلائع البعث، والرفاق مشرفي الفرق هم الأقدر على التواصل مع الرفاق الطليعيين لكشف الميول والاتجاهات، وأيضا رفاقنا مشرفي الوحدات هم الجسور للتواصل مع المجتمع المحلي. لما للمجتمع المحلي من أهمية في حياة وحداتنا الطليعية؟ عندما يكون هذا التواصل من خلال مشرف الوحدة الناجح من خلال إقامته لمجالس أولياء الأمور، وهذا ما نؤكد عليه نحن في هذه الدورة. وما للقاء الطليعي أيضا من أهمية، هذا اللقاء الطليعي الذي يكسر الحاجز ما بين المتعلم والمعلم. هدف من الدورة هي إكسابهم المعرفة العملية للقيام بها داخل وحداتنا الطليعية. البرنامج المطبق على هذه الدورة هو عبارة عن أسس تنظيمية تكتسب من قبل المشرفين وهيئة التدريب. نقوم بتطبيقات عملية على كافة هذه الأسس التنظيمية ضمن خطة منظمة طلائع البعث. هدفنا الأول والأخير أن يخرج المشارك بهذه الدورة وقد اكتسب القدر الأكبر من التطبيقات العملية في انتخابات عرفاء الطليعة والفراق، في اللقاء الطليعي، في العمل بالسجلات الطليعية، وأيضا بتنفيذ حفل التنسيب. بلغ عدد الدارسين بالدورة 120 دارس ودارسة. تهدف الدورة لتدريب وتأهيل المشرفين طليعيا وتنظيميا ليقوموا بدورهم بنقل الخبرات التي تعلموها إلى مدارسهم
لإعداد الأطفال إعدادا متكاملا وغرس القيم الوطنية وترسيخها في عقولهم. ضياء قدور، الفضائية التربوية السورية، حلب. أصدرت رئاسة مجلس الوزراء اليوم بلاغا يقضي بتعطيل الجهات العامة بدءا من يوم الجمعة في 31 من الشهر الجاري حتى يوم الخميس في 6 من آب المقبل بمناسبة عيد الأضحى المبارك. كل عام وسوريا بألف خير. بهذا نشرتنا انتهت. تذكير بأهم العناوين. اختتام المقابلات الشفهية للناجحين في الامتحان التحريري بمسابقة التعاقد للفئة الأولى. استمرار فعاليات مسابقة يوم المسرح العالمي في عدد من المحافظات. كان هذا كل ما لدينا. لمزيد من الأخبار زوروا صفحة الفضائية التربوية على الفيسبوك. إلى اللقاء.